السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تجربة انحراف الإلكترون electron deflection، انحراف الإلكترون يحتوي على، طبعا هذه الأجهزة تحتوي على مجموعة من الأدوات. أهم الأداة الموجودة هون هي عبارة عن الأنبوبة المفرغة الذي يسير فيها التيار الكهربائي على شكل إلكترونات. هنا متواجد، لاحظ هاي الإلكترونات موجودة في الفراغ، تسير في الفراغ اللي هي في اللون الأزرق. كذلك هاي الإلكترونات محاطة بقطعتين من المعدن حتى يتسنى إنتاج مجال كهربائي منتظم يؤثر على حركة الإلكترونات. كذلك هذا عبارة عن ملفي هولمز كويل، الهدف منه كذلك إنتاج مجال مغناطيسي عمودي يمر عمودي على حركة الإلكترون حتى يستطيع أن يعمل على انحرافها. الهدف منها في هذه التجربة إيجاد قيمة E over M. إذن إحنا يجب هنا أن نحدد ما هي المتغيرات المطلوب نوجدها. المتغيرات هي قراءة التيار المار في الملف هولسكوم وتحديد مقدار الارتفاع، نسميه الانحراف عن المحور الصادي. هذا هو الانحراف عن المحور الصادي إلى آخره. إذن نحدد التيار ونغير التيار من هنا، المار في الملفي هولز بمعنى آخر بنتج بمجال مغناطيسي، كل ما زدنا التيار بنتج مجال أكبر، فكل ما زاد بنحرف الإلكترون بحركة دائرية كما هو موجود. في هذا الجزء نريد أن نحدد الآن هذا الارتفاع مثلا نص سنتي لا واي، في حين هاي قراءة التيار بنسميها بتقريبا هنا تقريبا التيار عندي هنا 3 أمبير، بيكون هنا 6 أمبير. وأيضا نعمل على تغيير الارتفاع كمان نص سنتي ونأخذ قراءة التيار، ثم ارتفاع 1.5 و2 و2.5 هكذا، ونأخذ قراءة ماذا؟ قراءة التيار في كل مرة. بعد هذا نعمل على تصفيره ونعمل على إنتاج مجال كهربائي بين صفحتين بكل فولت. نفس السلافة، لاحظ هنا لما بزيد الآن لما أزيد المجال الكهربائي بنحرف، لاحظ بنحرف هنا، هذا فرق الجهد بين طرفي هاي بين طرفي القطبين بيزيد انحراف. لاحظ إلى المرور هنا نص واحد واحد ونص، ونأخذ قراءة الفولتية بين طرفي الصفحتين. سوف أزودكم إن شاء الله على نهاية التقرير بسميها بالداتا المناسبة. إذا هنا 5 قراءات في المجال المغناطيسي و5 قراءات في التيار أو في الجهد الكهربائي. الخطوة الأخيرة نشوف تأثير، ندرس تأثير قوتين، يعني القوة المغناطيسية. لاحظ هنا للأعلى نحدد التيار حتى نحسب المجال المغناطيسي والانحراف 1 سنتي، ثم هنا نزيد المجال الكهربائي بحيث تؤثر قوة مغناطيسية قوة كهربائية عكس هذه القوة. يعني لاحظوا الآن هون أنا زدت مجال كهربائي عمل على تخفيض الانحراف هنا حتى رجعنا إلى الصفر. نلاحظ في الحالة هاي أنه مجموع القوتين قوة مغناطيسية، هيا لاحظوا هنا قوة مغناطيسية وقوة كهربائية يؤثران على الإلكترون بنسميها باتجاهين مختلفين، حتى أصبح مجموع القوى هون يساوي صفرا، يعني في مرحلة تعادل، وهي قانون لورنس اللي نتكلم عن إنه على هذا الإلكترون يتعرض لقوة كهربائية ويتعرض لقوة مغناطيسية. سوف أزودكم إن شاء الله في نهاية هذه التجربة في مجموعة من الداتا والقراءات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.